مساء الخير. قاص روائي وكاتب صحفي خمسيني من أبرز كتاب الجيل التسعيني، شق الطريق إلى نهرات العراق والعرب الدامسة عبر المطر وغبار الخيول منذ منتصف التسعينيات، متميزاً بلغة شفافة وبعمق تراثي وحس إنساني، ثم أتبعها بليلة ملاك وأدار صحيفة المدى وأسس جريدة تاتو ثقافية. ثم كانت قصصه التي عبقت برائحة السينما، وفي ذروة مشوار العراق المستمر إلى النخل والنهر تراه يشي للذين يفكون الحرف بأن المشكلة تكمن كما عنوان روايته الأمريكان في بيتي، وأنه هو بعينه وبزره يدلنا على علامته بجامة حمراء بدانتيلا أبيض، وأنه سيسلك الطريق ربما إلى يوليانا، ثم أخيراً وليس آخراً لنصادفه هذا العام وقد أصدر روايته الجديدة ترتر الكثيرة التاريخ والخيال، لكأن الأحداث الجارية في روايته الموجودة وغير موجودة. ألسنا كلنا معلقين على حبل غسيل المعقول والوهم، ثم أنه لا غسيل ولا طريق نسلكه، وما رأيناه كان حلماً شاقاً للتجارة بصناعة نسيجية تنافس إنتاج استعمار آخر، ولكن الأشخاص الذين يتحركون على أسطح القصة لابد لهم أن ينتصروا بالحب على جبروت الأباطرة. نسهر الليل مع واقع راهن مدمى وخيال جامح يجعل الحرية بين شط العرب والأرض والناس في بلادي بين النهرين تلتقط نفساً. خواب الكلام لهذه الليلة تهدي للمتابعين الروائي المميز نزار عبد الستار. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزار بلبنان. الله يسلمك، سعيد جداً بتواجدي معكم. وكمان يعني ما فينا اليوم، أنت وجه جديد على شاشة التلفزيون لبنان ولكن لست جديد بتاريخ الرواية. أهلا وسهلا فيك ببيروت. اليوم رواية ترتر الصادرة عن دار عشات أنطوان واللي قبلها كمان يوليانا. شو جابك على بيروت؟ والله أساساً هو بيروت الحلم، بيروت الثقافة، بيروت الجمال، بيروت الاتساع والأفق الممتد إلى ما لا نهاية. وبالتأكيد أي كاتب يطمح أن يكون متواجد في بيروت. وأنا شخصيا يعني في تعاملي يعني تحت بشكل كبير جدا مع دار عشات أنطوان، وأعتقد أنه هاي التجربة إن شاء الله راح تستمر وتنتج أشياء كثيرة. نعم. في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم أستاذ نزار، هيك بما أنه عم نحكي عن دار أنطوان لابد أنه نذكر شوي تعاونك الأول يوليانا اللي رح نحكي عنها كمان خلال حلقتنا. مثل ما قلت يعني بيروت مثل العراق مثل مصر مثل أي دولة ثقافية تحضن الثقافة، لابد لأي كاتب أو لأي فنان تحت عنوان ثقافة أن يمر ببيروت. هل كانت يعني خطة أن تأتي مع يوليانا إلى هنا؟ طبعا يعني أنا كان في البداية يعني قصرت كثيرا أنه تأخرت عن بيروت لفترة طويلة، لكن الآن آن الأوان يعني لن أأتي، خاصة بعد التشجيع وبعد الأشياء اللي الاستقبال الحافل اللي حصلت عليه يوليانا، وأيضا بوادر الاستقبال الجيد لترتر. هذا حقيقة مشجع، وهو نوع من الانتماء الثقافي، نوع من التواشج الثقافي. وأنا بيروت كمدينة يعني أعشقها للغاية، وأعتقد أنه هذا يعني فاتحة التعاون راح يكون مثمر يعني. نعم. وانطلاقة جديدة من خلال يعني يوليانا. كيف كان رأي إذا بدك القارئ اللبناني؟ هل كان لك يعني وصلك رسائل، وصلك أي إذا بدك نقد من قبل النقد حقيقة؟ لا بالعكس، يعني هو نقد بناء، مش ضروري نقد. نعم طبعا. نعم، استقبال القارئ اللبناني ليوليانا كان حقيقة مفاجئ بالنسبة لي، وحكيت انه
انه هذا الاستقبال كان موازي للاستقبال اللي في العراق. والحقيقه الظرف اللي خرجت فيه ريانا للنور كان ظرف صعب، هو الحرب مع داعش اللي في العراق، وكانت الامور تكاد تصل الى منزلق خطير جدا. هل كان عندك اصرار على يعني انتاجه بهيديك الفتره؟ نعم، هو الروايه ايضا كتبت يعني على مدى سنوات، لكن اخراج المسيحيين من مدينه الموصل كان سبب كان أساس. سبب انه اسرع في كتابه الروايه، واسرع ايضا في اخراج للنور، وهذا هو السبب. يعني كان انه هذا المشهديه انه هو موقف استوجبك كروائي ان نعم يعني هناك موقف بهذا الاتجاه. فالموقف انه هذه لابد انه تظهر للنور، وهذا اللي صار يعني. نعم، كيف قرأها الشارع المسيحي والشارع بالعراق؟ استقبلها اذا بدك. نعم، هو كان الاستقبال جيد جدا في العراق في العموم، والاستقبال المسيحي ايضا كان متذبذب نوعا ما، لانه بالبدايه كان انه الانبهار او الصدمه الاولى، هل هذا لصالحنا ام لا؟ أم لا. نعم. هل هذا مع القضيه ام لا؟ وبعدين هناك قضيه حساسه جدا، هو الحساسيه اللي خلقتها داعش بالعراق بعد خروج المسيحيين من الموصل. هناك غضب شعبي عارم من الطرفين، وبالتالي هناك وضع خاص جدا لهذه العملية. يعني كيف انه ممكن انه انت تكتب وهو مستثار يعني المسيحي الموضوع كمان. ايه، وبعدين هو يعاني يعني هو في العراء، هو مهجر، هو تارك وطنه، اكيد يكون في حساسية في التعامل. لكن بعد تحرير المناطق وعودة المسيحيين اختلف الامر تماما، وبدا الان يعني القراءة الصحيحة صح القراءة الصحيحة للعمل. يعني بعد سنتين من صدور الكتاب بدأ القارئ المعني يتقبل هالرواية بشكل آخر. فبالتحديد يعني هي أي رواية أي عمل أدبي له عمر طويل يعني يستمر فيه، مو بالشرط أنه صحيح يكون. لأنه أحيانا بعض القراء أو بعض مثلا إذا بدك النقاد بيعطوا فكرة مغايرة لأحداث الرواية، مما يمكن يؤثر على بعض الآراء. يعني في ناس ما بتبطل تقرا، تتبع ماذا يكتب عن صح. وايضا الموضوع الطائفي اللي كان موجود في العراق بحرب داعش وتطهير المنطقه اللي استولوا عليها واستعاده الناس لحقوقهم وبيوتهم ومناطقهم، هذا عامل مساعد انه يحسن الجو لاستقبال هذا العمل. والحقيقه القراءه الاولى والقراءه الثانيه تكون قراءه مساعده، ونحتاج لحسن الحظ انه القراء هم اشخاص متعمقين في الديانه المسيحيه، قساوسه ورهبان، وهؤلاء كانوا اقرب الى الثقافه وتفهموا هذا العمل بشكل جيد، وساعدني يعني كدعم للروايه وايضا كانتشار بعد نعم ذلك. نعم، على كل حال قبل ان نبدا الحلقه يعني سالتك الروايه الاقرب لنزار عبد الستار، قلت انها يوليانا لانها اخذت معك يمكن اكثر من 19 سنه. من يوليانا لترتر يمكن يعني سادخل من الروايتين للموصل، ولكن قبل ان ادخل الى الموصل يعني كانت يمكن اذا بدك السؤال الاساسي بحلقتي او موضوع الاساسي بحلقتي هو روايه ترتر. لا. التي صدرت هذا لا العام عن دار هاشيت أنطوان ايضا. نبدا من العنوان. نعم. يعني ليس غريبا عليك العناوين، فانت اقرب ربما في كتابتك للتصوير السينمائي. نعم. يمكن هذه خطه مستقبليه. اكيد، لانه العمل قديمه ومستقبليه. نعم، نعم نعم، هو طموح داخل اي عمل يعني للانتشار. انت بتعرف يعني اكيد انه القراءه الان متراجعه كثيرا فعلا. الوسائل الاخرى المساعده للروايه كالسينما كالتلفزيون تساعد ايضا على انتشار العمل الادبي،
وبالتالي هذا ايضا ليس بتصنيع، لانه حقيقه كل كتاباتي تعتمد على المشهديه وتعتمد على الحوار وتعتمد على اشياء كثيره، فيكون عامل مساعد انه صحيح. تقبل هاي الاعمال على مستويات فنيه اخرى كالسينما وكالتلفزيون يعني. ترتر. نعم، ترتر عنوان لافت حقيقه. نعم. وهذا العنوان هو يرتكز حقيقه على مساله اللمعه، يعني مساله الحس، الانوثه، القدره على التماشي مع العالم باسلوب اغوائي، باسلوب في نوع من الفخامه. فهذا العنوان هو يعني كان الاقرب للروايه. نعم، لانه ربما يعني بعض الناس كلمه ترتر صح تكون مبهمه، لكن هي معروفه في بلدان معينه، ربما معروفه في بلدان صح معينه. صح. على كل حال انت موفق في عناوين روايتك، لندخل الى قلب ترتر. نعم. ترتر احداثه يعني بين 1800 نهايه 1800 و 1900 وبدايه يعني بين الحرب قبل الحرب العالميه الاولى وبين نهاية الدولة، يعني بين نهاية الدولة العثمانية وبين الحرب العالمية، يعني بين العثمان والألمان. والألمان اخترت الأحداث، ولكن ليست حقبة إذا بدك طويلة، كانت طبعاً محدودة جدا، هو إطار يعني هي كانت إطار، بالتحديد سكة حديد برلين بغداد اللي هي ثمرة التحالف بين الدولة العثمانية وبين الإمبراطورية الألمانية، وبين بالتحديد بين فيلهلم الثاني هو قيصر ألمانيا وبين السلطان عبد الحميد الثاني. نعم. فهاي الفترة هي فترة الصراع الاقتصادي بين الدول لإزاحة الإنجليز عن العراق أو لرسم مستقبل آخر، لكن شاءت الأحداث أنه يفشل هذا المشروع وأنا أنجح في رواية. نعم، أنت نجحت في تقديم هذه الصورة في الرواية. صح، فهذه الصورة أنا أعتقد تمثل إطار تاريخي لحقبة سبقت وعد بلفور، وبالتالي هذه العملية أعطت الكثير، أعطت نوع من الإبهار للحدث، إضافة إلى الشخصية الرئيسية اللي هي أينور. نعم، لاحظت من خلال قراءتي طبعا أنه يعني عنصر وعنصر أساسي المرأة بالحياة. صح. ولكن في روايتك دائما يعني تهرب إلى المرأة، تهرب إلى إذا بدك تكلل بالحب بعض الأحداث. هنا أينور كانت بطلة الأحداث، كانت مرأة، كانت تحاول أن تحرك كل إذا بدك الشخصيات، وتحاول أن تحرك البلدان أيضا. أيضا صح. وأولا أنا من المؤمنين جدا بقدرة المرأة، من المؤمنين بقداستها، من المؤمنين بدورها في الحياة، وهي أساس الخلق، وبالتالي المرأة تلعب دور واسع في كل مؤلفاتي، وهذا الدور انا يعني احيانا اكون متحيز له كثيرا يعني، وفي متغيرات في نمو، يعني المراه عندي بتبدا ضعيفه الى انه تنمو وتتالق وتقوم بمعجزات كثيره. أينور هي الشكل الامثل، الشكل الامثل لي يعني هذا التصور بشكل عام. فاعتقد انه قدرت انه اصل الى نموذج اللي انا احلم به، انا اللي موجود في خيالي، وحققته على مستوى هذه نجحت أينور في الرواية. أينور نجحت بطريقتين، نجحت انه هي اولا غيرت تكوينها، غيرت تكوينها بسبب ما فرضه عليها السلطان عبد الحميد الثاني، وايضا احتالت على الدولتين اللي هم ألمانيا في تحقيق ذاتها من خلال المجتمع، وهذا التحقيق هو اللي يمثل الطفرة الكبرى، يعني هي أيضا تنفذ الخطط، خطة الدولتين، لكن هي على طريقتها، تشتغل على طريقتها الخاصة. نعم. وهذا هو الشيء المميز فيها كشخصية. يعني هي أيضا كانت يعني هي تنتمي إلى ألمانيا أكثر من انتمائها إلى هي إلى ألمانية الأب وعثمانية الأم، ولكن بطبيعتها كانت تحاول أن إذا بدك مش تفرض، أن تنقل طبعا، لانه هي اساسا من انتقلت، وبعدين هي انتقلت الى منطقه اخرى، انتقلت الى مجتمع اخر اللي هو المجتمع العربي، وهذا المجتمع بالعموم انذاك ينظر اليه انه كمجتمع متخلف، كمجتمع خارج الحضاره وخارج الزمن. امراه
تأتي إلى مدينة بهذا الطبيعة المتشددة أو بهذا الانغلاق وهي ترتدي ثياب مكشوفة، وعانت كثيرا وهي تحافظ على، بعدين هي عانت لأنه هي تجهل هذا العالم، وهي يعني طلبت من السلطان عبد الحميد الثاني أنه سوف تعمل كل ما هو مطلوب، لكن شرط أن تحب الموصل، أن تحب هذه المدينة. فبالتالي هي أسست لشيء في تعاونها مع رئيس البلدية وفي تعاملها مع الشخصيات الموجودة، وهي وصلت إلى الموصل، وهي امرأة ثرية معززة بالأموال ومعززة بالقدرات ومعززة امرأة طبعاً أنيقة، وكانت تحاول أن تعلم وكان هذا كله يجري في الخفاء، لأنه بحماية الاستخبارات العثمانية والشرطة السرية الألمانية طبعاً مدعومة بالسلطة والجاه والقوة، ولكن كل ذلك لم يحميها. لا طبعا هي أكيد كانت خائفة ومترددة، لكن هي حتى تبدأ بمشروعها طلبت من رئيس البلدية أنه يشجر المدينة، يعيد النظر في نظافتها، أنه هي امرأة تبحث عن هذا التميز، عن الجمال دائما. نعم، عن الجمال، لأن الجمال أساس اشتغالها، هو الجمال اللي يخليها تبتكر الأفضل وتستمر في هذا الابتكار، وهذا ما حدث. بعد ذلك يعني هي أول ما فكرت في المناطق اللي تكون في صراع أنثوي كأنه بسيط بمكان ما في الرواية، يعني بين البيت هذا، صح البيت، صح الذي كان يحوي الأنوثة الشرقية والأنوثة الغربية. الأنوثة الشرقية بمعاييرها المختلفة طبعاً، إحنا لازم أنا أحكي لك عن شغلة، أنه القياسات الأنوثة بالزمن العثماني كان مفروض، يعني لبس المرأة كان محدد بالقانون ويشمل كل الدول، وبالتالي الشكل الأنثوي طامس ومغيب ومقهور. جاءت إحداهن امرأة أوروبية مكشوفة وقوية وإلها دراية بكل ما يحصل، ومدعومة أيضا ودخلت في البيوتات في أحشاء المدينة وتعاملت مع نسائها، واكتشفت أنه هذا الأمر لابد من تغييره، مع العلم أنه هي في البداية تأقلمت معهم حتى تكسبهم، يعني هي لبست البوشية ولبست الزي المصلي تتقرب منهم للتقرب، وأيضا أنه هي الخوف المسيطر عليها أو كيف تبدأ أمام الناس وكيف تحمي نفسها. لكن بعد ذلك اشتغلت على هاي النقطة في السر، وحاولت أنه تنشئ أو تساعد المرأة الشرقية في البروز وأيضا في التألق والإبداع وأيضا في قوة، يعني لمست أنه بعض تغيرات في طبعاً نهاية أحداث طبعاً القصة. تكلمنا عن خوف البطلة في روايتك، هل تستقرض بعض الخوف منك وتضعه في مؤكد أي عمل؟ أنا أعتقد أن أبطال دائما فيهم شيء من المؤلف، مهما تعددوا ومهما اختلفوا، وحتى إذا اختلفت أجناسهم في شيء من المؤلف اللي هو يقود هاي العملية، المايسترو اللي يقود هاي الشخصيات، أكيد في نقاط تظهر، وهو حتى ما يحاول أنه يبعد هاي الشخصيات عنه يحاول يبعدها، لكن أيضا تبقى هنا خيوط متعلقة بالكاتب، يعني بشيء مش إرادي. أكيد الخوف هذا موجود، يعني احنا كعراقيين او اللي عشته يعني. انا وسمر الابي يعني كان متعب جدا، يعني من الحرب العراقيه الايرانيه الى الحرب الامريكيه مرورا بالحرب الكويت والى اخره، من 35 سنه الحروب المستمره على مدى السنوات، الحروب المستمره باشكال مختلفه. يعني احنا في العراق 35 سنه حروب، اضافه الى الاشياء المقبلات الاخرى اللي هي حروب داعش والإرهاب والحرب الأهلية، فهذا شكل طابع تلبس الإنسان العراقي. العزلة أيضا سامت بأمور كثيرة، لأنه العراق الشعب العراقي حرم من العالم، حرم من الاتصال مع العالم لفترة طويلة، وهذا أثر على تكوين الشخصية العراقية وأثر على بنية المجتمع، وبالتالي حتى يعني كبلد مثل العراق البنية الاقتصادية قوية، البنية الاجتماعية تكون متماسكة نوعا ما، لكن تتأثر في النهاية بالحروب وبالإشكالات اللي جرت. الخوف حالة كبيرة ومن الصعب التخلص منها يعني.
على المستوى الشخصي أيضا. نعم أستاذ نزار، سوف نكمل هذا الحديث الشيق ونتابع قليلا ما تبقى من ترتر، ولكن مشاهدينا بعد الفاصل. عودة مشاهدينا، نكمل هذه الحلقة مع الروائي والصحافي الأستاذ نزار عبد الستار. لاحظت يعني في نهاية الرواية أو قبل أن تختم أنها يمكن أينور ذهبت أو استعانت بشيخ لكي تعرف أحداث أو ماذا يحصل أو بعض الأحداث التي فاتتها، وكان لها هذا الحديث مع الشيخ سعد الدين. تقول أو ربما يقول هنا هو الشيخ سعد الدين: نحن لسنا بحاجة لطيبة القلب ولا الرحمة ولا الشهامة ولا حتى النزاهة في الحكم، نحن نحتاج إلى إدارة، إلى إدارة الدولة، يعني كأننا علينا أن نستعمل عقولنا. نعم. نتكلم قليلا عن هذه الشخصية، يعني شخصية سعد الدين. نعم. كيف هي الشخصية المعتدلة في الرواية اللي هي تمثل التناقض، النقيض، نقيض التشدد والتعصب ونقيض الحكم أيضا. نعم، هو نقيض الدولة المتشددة اللي حكم مشايخ وناس تتحكم في مصائر البشر. هذا الإنسان هو رجل متدين، لكن هو رجل متوازن جدا، وهو لكونه أيضا متوازن فهو منبوذ وحاجرين عليه في منزله. الحقيقة رغم هذا، يعني الإنصاف، الإنسان عندما يتكلم عن قضية معينة، يعني إحنا التشدد الديني أو التسامح الديني، التسامح أو الوسطية هو المطلوب في كل شيء، لأنه هذه حياة، لا يجوز أبدا التحكم في مجريات الحياة وفي ديمومتها وفي طبيعتها أيضا. فهذا الرجل يمثل الجانب المعتدل، الجانب العقلاني، الجانب المتسامح. شيخ يحب الموسيقى والغناء ويعشق لعبة الشطرنج، وهو معاقب من السلطان عبد الحميد بالبقاء الجبري في المنزل. لكن السلطان عبد الحميد يوصي أينور هانز أنه هي إذا احتاجت إلى شيء ما، وإذا تعرضت إلى ضيق، يوصي به، يوصي أنه تلجأ إلى هذا الإنسان اللي هو حاكم عليه بالسجن، خوفا منه وخوفا عليه. نعم، خوفا على قضيتها. نعم. يعني هو هذا الرجل، لا أنا قصدي أنه يسجنه خوفا منه وخوفا عليه. نعم، لكن هو بالتالي يضطر إلى أنه الاستعانة به اللي هو نوع من يعني الإقرار بصحة كلامي هذا الرجل وصحة فكره. لكن التعارض، مسألة تعارض الحكم، هاي قضية ينظر إليها حتى لو كان السلطان رؤوف وفي قلبه رحمة، ينظر إليها بنوع من الحساسية. فكان هو حاجر على هذا الشخص لكن يثق به، وأرسل أينور وبلغ أينور أنه إذا احتاجت إلى مساعدة ما تلجأ إلى هذا الشخص، لأنه هذا الشخص حكيم ووقور وأيضا صادق في التعامل. ويبدو أنها يعني فعلت هذا في النهاية، لكون أولا الصراع كان جبار، الصراع في حقيقة لا يمثل أشخاص معينين متشددين، وإنما هذول الأشخاص يحركون من دول كبرى. نعم. اللي هي فرنسا وإنجلترا وروسيا. فهي تواجه ثلاثة دول وليس الدول عادية، يعني دول إمبراطورية مسيطرة على العالم. وبالتالي هي امرأة، تجهل أمور كثيرة أو لا تقدر على أمور كثيرة. يعني من امرأة تعمل في وكالة سياحة إلى امرأة تحرك الدول بأصابعها، فعلا كيف وضعت كل هذه القوة فيها؟ هذه القوة يعني حقيقة هي عناصر الاعتماد على الأنوثة وعلى الجمال وعلى هذا الشيء يجبر الآخر مهما كان جبروتا.
يجبروا على التعاون معها بلباقة وبحزم. وهذا ما كان يصير بالحوارات بين هنري هانسفورد اللي هو نائب القنصل البريطاني وبينها، فهما في هناك عداء معلن لكن هناك اعجاب وهناك اعجاب. نعم. حقيقه وهذا شيء ولكن قلبها يعني كان للاسف مكسور. صح. يعني انت كانك تقول دائما الجميلات الذكيات هم في مكان ما. الحقيقه هذا موضوع شائك. هي خارجة من قصة حب ودخلت في قصة حب، وكان الارتباط في الكلمة مع السلطان عبد الحميد هنا القضية. فهي سألت السلطان عبد الحميد هل تريدين أن أكون ألمانية الجنسية أم تركية الجنسية؟ قال لا، أنت كوني كما أنت، يعني أنه تحملين هذا الصدق والمكانة والحب والثقة والإخلاص. حتى هي أيضا في لا. في الرواية كانت وسيلة ولم صح كانت وسيلة لم يعني هي استعملت كل شيء ولكن أيضا هي كانت وسيلة. نعم هي كانت وسيلة لأنه هي قائدة ميدانية في هذا الاتجاه، وهي معتمدة على حسها، معتمدة على يعني ما عندها قدرات أخرى غير الحس وغير النظر إلى الحياة بعين الأنثى، فكان أيضا بتجميل الحياة. وبالطبع الحضارة تنشأ من هذه العناصر، فبالتالي هي قوية بفكرها، قوية بإحساسها، قوية باعتدادها بنفسها، وتواجه هذا العالم مجبرة على التواجد. يمكن اللي ساعدها أنه هي يعني جاءت إلى عالم مختلف في كل العناصر النسائية، يعني وجه جديد استطاعت من خلال أن تتحكم طبعاً وتتحرك. وهناك عناصر محفزة. نعم. يعني هي من كانت تظهر فجراً وتذهب إلى الجسر الخشبي وتنظر إلى الناس اللي يحاولون من القرى يدخلون المدينة، هذا الموضوع كان يؤثر في عواطف عينور ويجعلها قريبة من معاناة الناس، وبالتالي من تحاور نائب القنصل البريطاني كان تنقل له ما تراه من الواقع. فهي تتكلم معه بطريقة، لأن القضية ليست سياسية، انت روح صباحا للجسر وشاهد الناس كيف يعبرون وشاهد الناس كيف يتعبون في الوصول الى المدينه. فالموضوع في ناس تنظر الى القضيه من النواحي السياسيه، اينور كانت تنظر الى القضيه من الناحيه الانسانيه. نعم. لنختم، لماذا تريد ان تختم عن روايه ترتر؟ يعني حاولنا قدر المستطاع، يعني بعد شوي رح نقرا الروايه للناس قدر المستطاع. نعم. أن يمكن نعطي فكرة. هي اللي يمكن إذا بدك سقط مشروع السكة بين البلدين. نعم. ولكن نجحت هذه الامرأة في إذا بدك نسج علاقات جيدة بين البلدان. نعم. وفي الدخول إلى الموصل ويمكن ربما تغيير استعادة مجد نسيج الموصلين نسيج. اللي نعم. كانت مدينة الموصل تشتهر فيه من الزمان القديم، وهذا تركت هذه الصناعة أمانة بيدها. يعني هي نجحت فيما طلب منها. نعم. هي أدت الرسالة، والنهاية كانت حتمية على السلطان عبد الحميد وحتمية أيضا على الألمان. الألمان تغير الموقف في طبيعة علاقتهم مع الإنجليز وهذه السياسة، لكن النهاية أصابت السلطان عبد الحميد، والسلطان حب أنه يحافظ على حياة آينور. نعم. ويوقف مشروع آينور لأنه حس أنه هذا المشروع حتى لو استمر في خطر وهو فاشل يعني بشكل قطعي، فاستدعاها لإسطنبول وسفرها إلى مدينة إلى جزيرة ثيرة وخلص كل اللي الناس اللي كانوا معها. لكن القصة لم تنتهي بهذا الحد، القصة انتهت باحتلال الموصل من قبل القوات البريطانية عام 1918. هذا الاحتلال اللي هو طبعا بعد خروج آينور من الموصل بعد 10 سنوات تقريبا، هناك فترة 10 سنوات الإنجليز عادوا لمحو كل أثر لآينور هانس في مدينة الموصل ولنسيجها أيضا. نعم نعم، لكن لم يعثروا على النسيج. يعني في التقرير اللي تذكره الاستخبارات أنه لا وجود هناك لنسيج الموصلين، مع أنه آينور
خبأت هذا النسيج على الناس، خبأت ما خبأت يعني الحلم المستقبل، هذا هو رمز للمستقبل. نحن لا نفقد الأمل مطلقا، الأمل موجود ونحاول دائما إبقاء هذا الأمل. ربما لأنها أجنبية كانت نعم تشعر ماذا سيحصل، فهي لا. أيضا هو الشيخ هذا سعد الدين حكى لها كلمة أخيرة، أنه إحنا نحب آينور هانز، وأنه الجميع يعرف بخطط آينور هانز وخاصة في إنتاج الموسلين، فاطمئني يعني الناس حابين ماذا تفعلين. فأي ضرر آخر للشخصية هذه ما راح يكون له تأثير كبير، لأنه الحق رجع للمدينة وهي قدرت ونجحت في أنه تحقق لهم الحلم وتنسحب. لكن الإنجليز بعد محو سيرة آينور هانز الأمر يبقى في أذهاننا ويبقى في عقولنا وفي قلوبنا، يعني فيهم يمكن فيهم يمحو طبعا إذا بدك كل شيء مخطوط، ولكن ما فيهم يمحو الأشياء من ذاكرة الناس. وكل إنسان صادق ومتفاعل وأمين لكل معطياته الإنسانية أكيد يطمح أن يكون بلده هو بلد متقدم ومتطور، ويطمح أنه في يوم ما نستغل هاي الروح الكامنة في الكل لاستخراجها وإضافة الحياة إليها، وبالتالي تحقيق الغاية المنشودة من حلم أي إنسان. نعم أستاذ نزار، رح نتوقف نحن وياك لنسمع شهادة من سيدة رنا نجار، ما هي مديرة العلاقات بدار أنطوان هاشيت أنطوان. بعد مشاهدينا نكمل. الكاتب نزار عبد الستار أنا بعتبره اكتشاف، لأنه نحن بلبنان ما كنا نعرفه قبل يوليانا، ويوليانا هي رواية جدا رائعة، يعني إن كان خلال البحث المعمق اللي عامله كاتب أنا بشوفه متأثر بمدرسة فلوبير والمدرسة الرواية الفرنسية ككل، وهذا عادة ما منشوفه عند الكتاب العراقيين، يعني أكثر منشوفه بالبلدان الفرنكوفونية اللي متأثرة بالثقافة الفرنسية اللي هي مثلاً المغرب، الجزائر، لبنان، تونس. لذلك أنا اعتبرته اكتشاف. بعدين كمان الكتب التاريخية صارت حالياً كتير قليلة، فلما هو دائما شخص يعتمد على البحث والتاريخ في رواياته، ان كان بيوليانا او بترتر اللي هي صدرت جديد عن أشات أنطوان. الاسلوب السلس الروائي هيك الحكايه، يعني حكاء، هو حكاء من الدرجه الاولى انا بشوفه. وبعدين كمان في عنده خيال كتير كبير، يعني صح هو بيعتمد على اذا بدنا نقول وقائع تاريخيه، ولكن يبدا من الوقائع التاريخيه وبعدين بيستطرد، بصير في عنده شخصيات، بناء الشخصيات، الامكنه كلها هيدي بتكون متخيله من عنده. انا بدي احكي كمان عن الدقه عند نزار، يعني نحن عم نقرا اي روايه من رواياته الاثنين او حتى القصص القصيره اللي قبل اخذ عليها جوائز، بنلاقي في تفاصيل مكثفه، تفاصيل بتعطي زخم للابداع الادبي. وبنفس الوقت هو دقيق، يعني هو وقت يكون عم يكتب روايه بقيس مثلا عنا نص ساعه من هالكنيسه لهالبيت، بروح بيمشي عن جد بهيدا الطريق اللي عم يحكي عنه، بيروح هالامكنه، بيعمل بحث. هيدا كله اليوم بنحس انه ما بقى كثير موجود للاسف، يعني من 20 روايه ممكن نقراها يمكن يوليانا وترتر هن الوحيدين اللي بنقدر نكفيهم حاليا، يعني هيك نوع من الكتابه صارت مفقوده للاسف بالعالم العربي. كثير قليل نلاقي كتاب بعدهم عن جد بيقعدوا 19 سنه ليكتبوا روايه مثل ما عمل هو بيوليانا. وأنا كتير بحب أقول شغلة، إنه هو ما بحب يحكي كتير عنه، بس هو تعرض لتهديدات، تعرض لمضايقات، لأنه لعائلته الكبيرة وعائلته الصغيرة بسبب هيدي الرواية اللي هي كمان بتحكي مش بس عن إذا بدكم هيدا النقد الراقي للدين المسيحي أو للقديسين وتعامل الأشخاص مع القداسات، وإنما كمان فيها حكي عن تهجير المسيحيين
واستبعاد من المنطقة، وهيدي بعتقد رواية كتير مهمة بالتاريخ العراقي لتهجير المسيحيين من الشرق ككل. نزار عبد الستار من أول صفحة بالرواية بتشدك الرواية، يعني بأول صفحة بتلاقي أحداث تاريخية، شخصيات، يعني أنا ترتر حملتها من أول صفحة ما قدرت إنه وقف، قد ما هالقد مكثفة، قد ما هالقد فيها تفاصيل، لغة سلسة، بناء شخصيات، أحداث متسارعة، يعني من أول صفحة لآخر صفحة ما بيمل القارئ أبداً، وهيدي قوة ديزار لأنه كمان بيستعمل تاريخ وفي مدن، في إسطنبول وفي ألمانيا وفي بغداد، في زخم بالشغل، يعني عن جد بعيشك كأنك عايش بقلب فيلم. هي وثيقة أنا برأيي هيدي الرواية كان لازم تاخد كتير جوائز، وهذا الكاتب لازم يكون عنده بعد يمكن برواياته التانية رح يكون عنده مستقبل جدا باهر، مع أنه هو منه صغير بالعمر يعني، ولكن اكتشافه أنا بالرأي هو ثروة لدار أشات أنطوان وللقراء اللي بيحبوا يقروا كتب تاريخية خيالية. أنا بدي أتشكر رنا على هالشهادة، طبعاً يمكن هي بعالم الرواية أكثر وهي متابعة أكثر، فبوجه لها تحية. شو بتحب تقول لدار أنطوان؟ أنا رنا أيضاً أوجه لها تحية وأيضاً تحية شكر وتقدير للمجهود الكبير اللي بذلته رنا معي حتى في تواجدي الآن بعد فترة في بيروت، وأيضا من رنا إلى كل أفراد حشيت أنطوان، الدار الجميلة، الدار المتعاونة والمتابعة، يعني المتابعة للعمل، وحقيقة هي اللي تنطي الدعم للكاتب. أحيانا هناك فترات يتعرض لها الكاتب أن يكون يحتاج إلى ثقة الآخر به، الاستمرار، وهذا الدعم موجود حقيقة في، يعني على كل حال ما عم يتعاملوا كأنه دار تجاري، هم يتعاملون بتقنية عالية. هذا الإحساس هو اللي خلاني أنا تستمر. يعني أستمر وأتعاون معهم لفترة يعني طويلة، وأيضا هناك طموحات في أعمال جديدة. لأول مرة هذا السيستم العالمي تشوف فيه موجود يعني مسؤولية. طبعا هناك ناس نتحاور معهم، أنا لا أعرض روايتي مباشرة وإنما نتناقش في المواضيع، نتناقش الطروحات، متى يظهر الكتاب، أين التوقيت، يعني هاي المسائل مهمة جدا للكاتب. الإحساس الحميمي الأسري هناك بالحقيقة استراتيجية طبعاً لإصدار أو لظهور أي كتاب ليدين القراء، مؤكد وهذا كله يخرج بأناقة وباحترام. أنت أكيد لك معرفة بهذا الشيء، أنه غالباً الكاتب هو المظلوم، الكاتب الذي يعاني من الفقر الثقافي، يعاني من التجاهل العام، يعاني من ظلم السياسة أو همجية الحياة بشكل عام. لكن هاشيت أنطوان تعيد الأمل، تعيد اللمسة هاي اللمسات الجميلة الصادقة مع الكاتب. نعم. وأنا حقيقة أشكرهم كلهم فردا نحن مشكرون لأنهم جابوك لعنا على لبنان. أستاذ نزار، الموصل موجود دائما بكتاباتك. نعم. الواحد يعني بيروح وبيرجع، بيرجع على بلده. صح. انت مولود ببغداد وعشت بالموصل تقريبا لل 18 او 20 سنة. نعم. فترة اذا بدك تكوينك حقيقة هذا التكوين نشأ مدينة الموصل مدينة ثرية بالقوميات المتعددة وبالأديان المتعددة، وأيضا هي قريبة من أجواء حلب، وقريبة من أجواء متعددة، وفيها خواص مختلفة. نعم. وفيها تاريخ عريق جدا. كل أماكن مدينة الموصل تعود لمئات السنين، وهذه الشواهد حاضرة أمامنا، المدينة القديمة اللي هي مدينة عامرة، وأيضا المدينة الحديثة. فكان هذا التكوين مثار يعني إغراء كامل، إغراء للكتابة. نعم. للمشهدية. وأيضا مدينة الموصل هي الأساس في أعمالي، وشاءت المصادفة أنه يحدث ما يحدث للمدينة من دمار ومن تهجير ومن سبي. الآن لم يبقى غير هذه القصص الموجودة في كتبي.
يعني على الأقل هذه القصص نعم. أجمل من الواقع، وهي اللي حفظت للأماكن، حفظت التاريخ والأماكن والجغرافيا، التاريخ والجغرافيا. هذا حقيقة يعني كبير الوقع على الذات، وأيضا يحملني مسؤولية الاستمرار في استخدام الذاكرة لاستكمال المشروع. الجمال قديش رح تخدمك الذاكرة؟ تخدم كثيرا، لأنه أنا من المؤرشفين يعني. والمخيلة أي طبعا. تحتاج الذاكرة إلى مخيلة. أنا عشت المخيلة، أيضا المخيلة تحتاج إلى الإحساس. عندما يكون هناك إحساس جمالي في مكان ما، فدائما يولد اقترابات كثيرة، وتكون طبعا بشكل فن، سواء كان فن روائي سردي أو فنون أخرى. المدينة، نكهة المدينة باقية مهما عتقت وهرمت الذاكرة، لكن هي تبقى. نعم، بس هيدا أنت اللي عم تحاول أنك تبقى يعني. نعم، بجهد نعم منك. نعم أكيد نعم. أكيد. نزار عبد الستار، نكمل هذا الحديث بعد الفاصل. عودة مشاهدينا لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة مع الروائي والصحفي الأستاذ نزار عبد الستار. بدأت بكتابة القصص عنوان الأمريكان في بيتي، كانوا في عقر داركم يعني. صح. قديش كان موجع أنك تلاقي الناس من الخارج عم بيحطموا بلادك، عم بيغيروا معالمها، عم يسرقوا ثرواتها؟ موجع للغاية، وموجع جدا، وبالشراكة مع بعض الداخل. نعم، المشهد كان مرعب، ليس مرعبا بسبب الحرب، وإنما هذا التواجد المخيف، التواجد الذي يعتدي على الحياة يوميا. الأمريكان تركوا أثر بالغ على العراق، وهذا الأثر هو التدمير التام. كل آثارنا دمرت، سرقت، الناس شردوا، قتلوا، كثير من الاستهانات حصلت. الوقع الأليم لهذا المشهد، هناك قوات أجنبية في هذا العصر، أنه يتعرض البلد إلى احتلال، هذه قضية مخيفة. الاحتلال نقرأ عنه في الكتب المدرسية وفي كتب التاريخ، أنه يتعرض بلد بهذه الضخامة لاحتلال. إلى الاحتلال بهذه القوة أو بهذا الشراسة والسيطرة المتشددة لهذه الدرجة. يعني نحن هالقد صرنا مباحين، من يريد أن نعم نعم أيضا يعني أن يحتلنا. طبعا الاحتلال أنهى فترة كبيرة، يعني في أنهى ماضي ودفعنا إلى بداية جديدة، ليس في العراق فقط، وإن المنطقة العربية ككل. حقيقة هذا الاحتلال بالنسبة لي شكل صدمة، وبقيت لفترة أبحث عن موضوع كتابة، وصدفة شاءت الصدف أنه يحدث هذا، وتتصل. هو عنوان يعني مناسب. نعم جدا. نعم، هي تلقيت اتصال من أمي يقول انه الامريكان عندنا في البيت. عندنا في البيت، وبالتحديد في غرفتك، وبالتحديد استخدموا ادواتك الموجوده في البيت. شو اخذوا لك؟ الغريب في الامر انه هم دمروا اشياء كثيره، طبعا مفارش وكذا، لكن دمروا اللي هي الروايه الامريكيه العظمى اللي هي موبي ديك. امتلك نسخه من موبي ديك، وهي الرواية الأمريكية المعروفة. فهن كانوا عارفين حالهم لوين جايين. نعم. استخدموا هذه الرواية ومزقوها، فكانت بداية فكرة هذه الرواية. نعم، ليلة الملاك التي نالت جائزة الإبداع في العراق، ويعني كان لها أثر جميل، وكان لها ردود أفعال من الوسط. صح. أيضا بيجامة حمراء بدانتيلا بيضاء، يعني عناوينك أيضا كلها رائحة السينما، عناوين مغرية للقارئ، ومغرية اللي أنا رح أحكي عني كأمرأة، أنا مغرية لإلي كأمرأة،
قبل أن أدخل إلى إلى عمق عمق ما تكتب أو عمق ما تريد أن توصل للقارئ، هي فعلا مغرية. نعود إلى نزار الإنسان، بعيدا عن كل شيء، أنت أيضا صحفي، قديش بيلعب دور أنا بتحاول أنك تفصل الروائي عن صحافي، ولكن أو هم يعني مجتمعان يشكلان؟ من النسق الكتابي السردي هم واحد. هناك تواشج بينهم، لكن على المستوى الإنجاز، على المستوى أنا حاول أن أفصل، يعني مجرد خروجي من الجريدة خلاص يعني انتهى هذا العالم اللي كنت فيه، ولا بد أنه أتفرغ لعالم الكتابي. أنت تقرأ كثيرا؟ نعم أنا أقرأ، وأقرأ أثناء العمل، يعني أستغل فترات الاستراحات، أستغل فترات الغداء، أستغل فترات يعني يكون باقي الموظفين ونصف الموظفين غادروا الجريدة وأنا أبقى وحدي لاستكمال. يعني بالنسبة لك العالم عمل الصحفي هو عمل مهن؟ يعني نعم هو عمل مهنة. الرواية هي يعني حياتك وقلبك. حياة طبعا، لأنه الصحافة أنا دخلت الصحافة بعد 2003، لكن كانت عامل محفز بالنسبة لي، وكانت عامل لإعادة التفكير في التوجهات الإبداعية. يعني أنا أكتب عمود الصبح بعد ساعات أتلقى ردود الأفعال، الكتاب أنتظر لسنوات حتى ألتقي بقارئ ممكن أن يحكي لي عن انطباعه تجاه. طيب قديش مهنة الصحافة والكتاب ساعدتك في انتشار رواياتك؟ الصحافة ساعدتني كثيرا، لأن أنا بلشت أكتب عمود يومي. كنت في جريدة العمود اليومي مسؤولية. طبعا العمود اليومي مسؤولية كبيرة، وأيضا هذا العمود بيكون مقروء شيئا فشيئا بدأ الناس يحبوه، ومن خلال الصحافة يتعرفوا على الشخص الآخر الروائي والقاص. فأنت استعملت الروائي قليلا في استعملت الروائي في الصحافة، وبعدين الصحافة في الرواية. نشر روايتك أستاذ نزار جريد. تاتو يعني الاسم أجنبي. نعم. في منطقة عربية، في منطقة. نعم. العراق. لماذا هذا الاسم؟ هو نوع من العودة إلى الثقافة والأدب. يعني أنا كنت أعمل لفترة 8 سنوات، عملت في مؤسسة المدى للثقافة والإعلام، وعملت بصفة مدير تحرير جريدة المدى، فصار هناك رغبة خاصة في صناعة أو إنشاء جريدة ثقافية، لكن بصيغة مختلفة تماما عن ما موجود في الصحافة. تشد القارئ. نعم. تشد القارئ، وفيها يعني فيها ثيمات نوعا ما مغايرة للمتعارف عليه، المتعارف عليه والواقع الاجتماعي. فكانت تاتو فكرة هي جريدة لكن فيها غلاف، وهذا الغلاف كان دائما نستخدم موديل في تحقيقه، وأيضا كتابات مفتوحة، كتابات إيروتيكية، كتابات يعني حرية زائدة. طبعا حرية زائدة، ونمط من الكتابة جديد. يعني احنا نوجه الكتاب انه لا، احنا نريد هذا النمط من الكتابة، هذا النمط اللي اعتدت عليه لسنوات طويلة لما عاد فيه. يعني الكلاسيكية. ودعوا الكلاسيكية. نعم ودعوا الكلاسيكية كإخراج جديد، تصميم جديد. يعني كأنك تقول أنك تحاول أن تجاري التطور. نعم هو مجاراة، وهو أيضا التطور الفكري، مش التنفس. التنفس الداخلي. إحنا أصدقاء كوننا هاي الفكرة. طبعا الفكرة كانت قديش سمحوا لها الحرية أن تبقى في مؤسسة المدى؟ سمحوا لها لأن الردود طبعا لسنوات، وبعد ذلك توقفت. هي لم تتوقف، هي بقيت الصدور، لكن حدث تغيير كبير يعني في مظهر. نعم أستاذ نزار، تكلمنا في بداية الحوار عن يعني ربما اهتمامك أن تصبح هذه الروايات في السينما، أو تكون اللي محور أو فكرة لإنتاج سينمائي. برأيك أي من الروايات تحتمل؟ الرواية الأكبر هي ترتر الأخيرة، والثانية هي يوليانا، والثالثة هي الأمريكان في بيتي. نعم. حقيقة هاي الأعمال كلها كتبت بنمط مشهدي حواري، وهذا الأمر مساعد جدا في عملية
نقلها الى الفنون الاخرى، السينما او التلفزيون. وانا كان موجود في ذهني هذا الشيء وانا اكتب ترتر، يعني كان بشكل كامل وواضح. نعم، هل تفكر استاذ نزار في اذا بدك ان تبحث انت عن من ياخذ هذه الافكار؟ ممكن، لكن بشكل عام هو نوع من الانتظار، هو نوع من التمني. اكيد هناك ناس كما وصلت الى دار أنطوان، نعم ربما نعم تصل الى، واكيد هناك ناس يتابعونا، او في الحقيقه قارئ العمل هذا يكتشف الامر من الوهله الاولى. نعم، واذا شاءت الصدف ان وقعت بيد ان يتحول الى سيناريو. نعم نعم. انت يعني كما قالت لي زوجتك قبل ان نبدا بالحوار انك يمكن بيتوتي. نعم، تحب ان تبقى في البيت، لماذا؟ اولا انا من برج السرطان وانا ايضا فهذه عمليه واضحه، لكن كثره العمل، القراءه، التامل، الانعزاليه لسبب يعني ما خص الخوف بالموضوع. لا، هو الخوف موجود، هناك العناصر يعني عناصر كثيرة تتحكم بهذا الموضوع، لكن الخوف جزء أساس في فترات معينة. يعني إحنا في زمن التفجيرات والاغتيالات وإلى آخره، كانت عملية الخروج من المنزل عملية معفوفة من المخاطر. وأيضا هاي العملية أنا بخاف على أولادي من خروجهم من البيت، بخاف على. هل تعرضت لضغوطات معينة في فترة معينة خلال الحرب؟ هل كنت يعني ملاحق؟ لا، لم اكن ملاحقا، لكن كنت خائف على والدتي واخي اللي هما بمدينه الموصل اثناء كتابه بيتي يوليانا. نعم، لانه هما كانوا تحت يعني احتلال الداعشي للمدينه، وهذا الامر يشكل مساله يعني كبيره، يعني خوف شديد. نعم، استاذ نزار، كيف ترى القراءه اذا بدك او الروايه في العالم العربي وخصوصا وايضا الشارع الثقافي في العراق، كيف يبدو لك بعد كل ما حصل معكم؟ الشارع الثقافي العراقي شارع مزدهر، والادب العراقي ادب مزدهر فعال ونشط ومؤثر جدا ومؤثر. نحن ينقصنا الامكانات اللي تظهر هذا الادب بالشكل الجميل والشكل اللي يستحق. مؤسساتنا الثقافيه الداخليه مدمره، وبالتالي لا يوجد نشاط في استعادتها بحكم الوضع الامني يعني المتردي في نعم البلد. لكن حقيقة جزء من الحراك الثقافي العربي هو الحراك العراقي، وهذا إن شاء الله مستقبلا يؤدي إلى أنه انتباه لضرورة استعادة الدور من داخل العراق وإخراجه إلى الخارج، وليس أن نبدأ خارجا ونعود إلى الداخل. قبل ما نختم، شو نكست يعني، شو الخطوة الجاية، شو العنوان الجاي؟ الحقيقة هناك رواية عن بيروت، أحداثها تجري ببيروت. الله. العنوان الأولي ست الدنيا، نسبة إلى قصيدة نزار قباني عن ست الدنيا يا بيروت. وهذه حقيقة مسؤولية كبيرة، بدك تعيش شوي ببيروت لتعرف صح لتعرف مجتمع لبناني. نعم أكيد، لكن إن شاء الله على الاستمرارية راح تكون شيء إن شاء الله يعجب القارئ. نحن بانتظار عملك القادم. أنا بدي أتشكر حضورك أستاذ نزار عبد الستار، كانت فرصة لإلي صراحة أن ألتقي بك، وتكون هذه الحوارية الجميلة بماذا يعني تخدم؟ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، سعيد وشرفت من معرفتك، وسعيد أيضا بتواجدي في بيروت. ونحن سعداء، وأنا هاي أعتبرها مرحلة حقيقة مفصل ومفصل للكثير من الأشياء. سعيد جدا في هذه المدينة الجميلة اللي أسعى أنه أكون عد حسن ظنها، وانه يتقبلني الجمهور اللبناني. على كل حال، بيروت دائما تحضن المبدعين. شكرا لك، شكرا ايضا لدار أنطوان. شكرا مشاهدينا الكرام لهذه المتابعه، نلتقيكم الاسبوع القادم في اللقاء.